السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع تفسير رؤية الثعابين والأفاعي والحيات، والنهاردة جماعة هنتكلم عن تفسير الثعبان عند الإمام النابلسي. يعني الكلام هيكون عن الإمام النابلسي، فالإمام ابن سيرين والإمام ابن شاهين مش هجيب أي حاجة من تفسيرهم في هذا اللقاء. وأنا دايما بحب التخصص، يعني ما بعملش كوكتيل. تفسير الثعبان عند الإمام النابلسي هو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، علشان لو رحت للإمام ابن شاهين أو الإمام ابن سيرين هتلاقي كلام مختلف عن هذا الكلام. الإمام النابلسي بيقول أن رؤية الثعبان عموما، والكلام مش هيبقى فيه تخصيص لحد، عموما للكل، متزوجين وعزاب، حتى المطلقة وحتى الحامل. فالإمام النابلسي بيقول إن رؤية الثعبان عموما في البيت يدل على وجود حاقدين وماكرين، هذا رأيه. ويقول أن هؤلاء الحاقدين يريدون تدمير هذا البيت، فالكلام للمتزوجين ولغير المتزوجين. قال الثعبان المائي هو الوحيد بالنسبة للإمام النابلسي، قال إن دي الرؤية المحمودة، الثعبان المائي، مش الثعبان اللي بيمشي على الأرض، لا، ثعبان في الماء اللي هو بيصطادوه ويأكلوه زي السمك عادي. قال الثعبان المائي يدل على الرزق الوفير، فأي حد يشوف الثعبان المائي في المنام لأي أحد فهو يدل على الرزق الوفير الذي سيأتيه في القريب العاجل إن شاء الله. وقال قد يدل الثعبان المائي على الخلوص من المشاكل، وكأن الثعبان المائي ليس له رؤية مذمومة، فكل رؤى الثعبان المائي عند الإمام النابلسي كلها محمودة. طيب، أكل لحم الحية يدل على الأخبار السعيدة، وبالمناسبة كلهم متفقين على أكل الثعابين في المنام. طبعا احنا عارفين ان الاحلام بتختلف عن الحقيقة، فيها اشياء ما تحصلش اصلا في الحقيقة، لكن كلهم متفقون على ان اكل لحم الثعابين في المنام اخبار سعيدة. طيب، وجود الثعبان في الفراش حمل لزوجته، وهذه ايضا متفقون فيها. قتل الثعبان، ولكن هذه انفرد بها الامام النابلسي، قال قتل الثعبان في المنام عندي هي وفاة شريكة حياتك، هذا رأيه. طيب، قتل الأفعى تخلص من الأعداء والحقاد. وأنا كل فيديو عايز برضو يعني أقول حتة صغيرة كده في فرق ما بين الثعبان وفي فرق ما بين الحية، وبستغرب لما بلاقي ناس تقول لي يعني إيه الثعبان ويعني إيه الحية، هو في فرق؟ طبعا في فرق. الثعبان يا جماعة اللي هو الثعبان العادي، الحية اللي هي بتفرد رأسها كده وبتتنيها لتحت كده، ودي اللي هي بتبقى السامة، ماشي، دي الأفعى اللي بترفع رأسها كده لفوق، ماشي، أو ممكن تكون دي الحية. والأفعى اللي هي الكبيرة في الحجم أو الثعبان الكبير في الحجم، إنما الثعبان الصغير ده هو الثعبان. فالإمام النابلسي بيقول قتل الثعبان يدل على وفاة شريكة حياتك، قتل الأفعى تخلص من أعداء. رؤية الثعبان مطبوخ، يمكن دي رؤية تخالف الحقيقة، إن أنت جبت ثعبان وذبحته وطبخته يدل على المال الكثير، ذبحه تغيير المعيشة من سيء إلى أحسن، خلاص. طيب، رؤية الثعبان الصغير في المنزل مرض لأحد أفراد الأسرة ومع شديد الأسف. طيب، الصراع مع الثعبان عند الإمام النابلسي يدل على حساد يتمنون لك زوال النعمة التي في يدك، هذا كل ما يخص الثعبان عند الإمام النابلسي. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.